شدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو خلال لقائه نظيره المصري صدقي صبحي على أن القاهرة من أهم شركاء موسكو في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الأوضاع في المنطقة والعالم وقرب حدود روسيا تدفع البلدين إلى التعاون. أشرف الصباغ والتفاصيل. في بداية اللقاء وبداية المباحثات الروسية المصرية بين وزيري دفاع البلدين الروسي سيرجي شايغو والمصري صدقي صبحي، شدد وزير الدفاع الروسي على أن مصر من أهم شركاء روسيا في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن القاهرة كانت وما زالت تقوم بمكافحة الإرهاب والعمل على استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن والسلم. وتطرق أيضا وزير الدفاع